محاربة للجريمة بشتى أنواعها عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالغواط. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأفلو وعلى إثر معلومات واردة مفادها وجود كمية من المؤثرات العقلية بحوزة أحد الأشخاص المشبوهين مخبأة داخل مسكنه الخاص بمدينة أفلو. بعد الحصول على الإذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أفلو، تم التنقل مباشرة إلى المسكن الثالث الذكر بعد مداهمته وتفتيش جميع غرفه تفتيشا دقيقا. تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة نوع بريغابالين 300 ميلي جرام تقدر ب 6010 قرص كانت مخبأة داخل حقيبته، مع حجز هاتفين نقالين ومركبة سياحية نوع بولو وتوقيف شخص متورط في القضية يبلغ من العمر 30 سنة. مباشرة تم اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. بعد استيفاء الإجراءات القانونية أنجز ملف قضائي ضد المتورط وسيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا على خلفية تورطه في تهريب بضاعة أجنبية الصنع تتمثل في مواد صيدلانية دواء بريغابالين 300 ميلي جرام بواسطة وسيلة نقل، حيازة مؤثرات عقلية نوع بريغابالين 300 ميلي جرام ذات تأثير إدماني قصد المتاجرة،